وتسألني أتعشقني؟ تخيل أنها تسأل بربك كيف أسمعها؟ ألا من نفسها تخجل؟ ألم تقرأ بأشعاري بأني عبدها الأول، وإني دون عينيها ضياع ضائع أعزل؟ ألم تلمح بكف الشمس مكتوبا لها مرسل؟ ألم تلمح بعرض البحر ديوانا بها منزل، يغازلها بلون السحر، يرسم وجهها الأجمل ويغمرها بعطر الضوء يسكرها؟ ألم تثمل؟ ألم تلمح بأحداقي منارات لها ترحل، تلاحقها تلاطفها وتسألني ألا تخجل؟ بربك كيف أسمعها؟ وماذا يا ترى أفعل؟ أأرحل في محبتها وأترك عقلها يسأل؟ محال، كيف أتركه وفي شفتي له مشعل؟